كنت سعيد جدا جدا بالتواجد. حضرت انت المباراة الأولى أعتقد هنا في الاستاد، مظبوط؟ مظبوط مظبوط، في المباراة القاهرة الأولى يعني. كنت مظبوط مظبوط المباراة الأولى كنت موجود في الاستاد، وخليني من خلال برضه قناة النادي الأهلي أشكر الجماهير على الاستقبال والحب اللي أنا شفته في الاستاد صراحة، وحتى في يوم مباراة السوبر كمان لما كنت في الإمارات. فبصراحة مباراة كانت كبيرة جدا، جمهور مساندة غير عادية والله يا اسلام. يعني انا يمكن كنت موجود في الملعب، في ناس على السلم مش عارف تشوف المباراه، حتى عمالين يسالونا النتيجه، طب الكوره دي الهجمه دي ايه، طب الهجمه دي خلصت، يعني الناس واقفه على السلم مش عارفه تشوف من مساندتها بالزحمة. وحبها. واعتقد ان كان ليهم دور كبير في مسانده اللعيبه، وكمان احساس اللعيبه بالجمهور لان هو شاف ده في المباراه الاولانيه. واعتقد ان لعيبة والجهاز الفني قدموا مباراة، كمان مباراة العودة مباراة كبيرة جدا 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 تكتيكيا ايوه وفنيا،